كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. هنا هذه الكودية احنا كنا واقفين، ولكن غادي نقرب واحد شوية. هاد البلاصة هذه هي المكان، احنا قرب من قبل ما نوصلوا بانوا لنا هربانين واحد المجموعة، وهنا راه كيبانوا لكم واحد جوج ديال الافراد عن بعد كيخبيو اكياس ديال المخدرات واكياس ديال الممنوعات تحت الجر. راه هز ميكا ليمونية وغادي، لان عارف على خون من موراه هز موراه كيس كبير. دابا لو كان كانت معنا السلطات ولا كان الدرك الملكي المكلف المختص بضبط العمليه، ها هما غادي يقلبوا هذوك الميكات اللي غاديين بهم على ظهرهم، غيلقاوهم معبئين بالحشيش. فها هما كلهم بداو كيتقعدوا من المكان وغاديين المكان اخر. هنا كيبان لينا واحد سائق دراجه ناريه، راه هو سائق دراجه ناريه، يعني جوج راهما، وراه الاخر الثاني من موراه، راه سائق الدراجه الاول وسائق الدراجه الثانيه. اشنو الدور ديال هادو؟ هادو كيتسماو ترونسبورتور. ها هو اصبح يترجل على رجليه، غادي على رجليه. احنا غنقول لكم اش غيوقع قبل ما يوقع. هادوك هما اللي غيهزوا الخناشي وغيتلاقاو مع من، مع هاد المجموعه هاد. ها هي جايه هنايا، اذا العمليه واضحه. مع كامل الاسف على انه كيقولوا حسب تصريح ديال الساكنه، كيقولوا على ان تم اشعار السلطات القضائيه والنيابه العامه والدرك منذ سنه ووقفوا على هذه العمليات، ولكن مع كامل الاسف بدون ناتج. انتم كتشوفوا لهيه لا جرى صاحب الدراجه الناريه، صاحب الدراجه الناريه ديال بيع الحشيش راه هو واقف، وصاحب الدراجه الثانيه راه هو واقف. عرفوا بان التصوير راه كاين، وراه سائق دراجة ثالث راه هو وصل، راه الغبرة اللور راه هو وصل. شتوه هذاك صاحب الدراجة النارية راه هو وصل. إذا أصبح العدد ثلاثة. إذا مادام ثلاثة، لو كان معنا الآن الدرك الملكي ولا مروحية، أنا جد متأكد على أنها عملية استباقية لضبط تجار المخدرات بالعلالي. اش كنقول بالعلالي؟ هذه العمليه راها يوميا ومنذ سنوات وهي في هذا المنطقه. احنا لازلنا في البث المباشر حصريا على الكاب 24 تي في. الدرك احنا بلغناهم بحال اللي كيقول لنا الشي كريم موازين، شكرا، عيطوا للدرك الملكي دابا نيت بالتوثيق. عيطنا لهم قبل بدايه التصوير، وعيطنا للنيابه العامه، وراه في راسهم اننا حنا ما كرهناش الدرك الملكي اللي كان كيتسنتونا. استعملوا مروحه ديال الدرك وغادي يضبطوا العمليه، او موتور اللي هو ديال هذه المسالك الوعره. ما عرفناش هذه المنطقه الاخرى اش كتسمى، تامسنا يعني في اتجاه تامسنا. دابا حنا ولاد غانم الصباح، ولاد غانم الصباح اللي تابعه لتامسنا، تابعين الصخيرات. ها انتم الهضره اللي قلنا راه هي، راه هو حامل الكيس ديال المخدرات، راه هو غيعطيه لمول الموتور وغيعيطو جبد. دابا غادي يعيطو جبد. هي المكان حنا قرب من قبل ما نوصلوا بانوا لنا هربانين واحد المجموعه، وهنا راه كيبانوا لكم واحد جوج ديال الافراد عن بعد كيخبيو اكياس ديال المخدرات واكياس ديال الممنوعات تحت الجر. راه هز ميكا ليمونيه وغادي، لان عارف على خون من موراه هز موراه كيس كبير. دابا لو كان كانت معنا السلطات ولا كان الدرك الملكي المكلف المختص بضبط العمليه، ها هما غادي يقلبوا هذوك الميكات اللي غاديين بهم على ظهرهم، غيلقاوهم معبئين بالحشيش. فها هما كلهم بداو كيتقعدوا من المكان وغاديين المكان اخر. هنا كيبان لينا واحد سائق دراجه ناريه، راه هو سائق دراجه ناريه، يعني جوج راهما، وراه الاخر الثاني من موراه، راه سائق الدراجه الاول وسائق الدراجه الثانيه. اشنو الدور ديال هادو؟ هادو كيتسماو ترونسبورتور. ها هو اصبح يترجل على رجليه، غادي على رجليه. احنا غنقول لكم اش غيوقع قبل ما يوقع. هادوك هما اللي غيهزوا الخناشي وغيتلاقاو مع من، مع هاد المجموعه هاد. ها هي جايه هنايا، اذا العمليه واضحه. مع كامل الاسف
على انه كيقولوا حسب تصريح ديال الساكنه كيقولوا على ان تم اشعار السلطات القضائيه والنيابه العامه والدرك منذ سنه ووقفوا على هذه العمليات، ولكن مع كامل الاسف بدون ناتج. انتم كتشوفوا لهيه لا جرى صاحب الدراجه الناريه، صاحب الدراجه الناريه ديال بيع الحشيش راه هو واقف، وصاحب الدراجه الثانيه راه هو واقف، عرفوا بان التصوير راه كاين، وراه سائق دراجه ثالث راه هو وصل، راه الغبره اللور راه هو وصل، شفتوا هذاك صاحب الدراجه الناريه راه هو وصل. اذا اصبح العدد ثلاثه، اذا مادام ثلاثه لو كان معنا الان الدرك الملكي ولا مروحيه، انا جد متاكد على انها عمليه استباقيه لضبط تجار المخدرات بالعلالي. اش كنقول بالعلالي؟ هذه العمليه راها يوميا ومنذ سنوات وهي في هذه المنطقه. ها هما راهما كيدخلوا كيكرفصوا اولا حتى الحقول ديال عباد الله بالعلالي، ولكن راه ما يقدروش يهضروا الناس لان دائما الماس معاهم. راه هذاك اللي القدام غادي بالسلاح ديالو كطرجة وغادي بخنشة ديال الحشيش، وهذاك اللي موراه غادي بخنشة الحشيش، في حين ان سائق الدراجة راه هو صافي مشى غادر المكان ودا الخناشي اللي هما كانوا مخبين. رجعوا لهذاك الاخر، عندهم بندقيات ايضا بحال اللي كيقولوا الساكنه اللي كيشهدوا على الموضوع، كيهددوهم اي واحد طرات له شي حاجه بلغ ولا هذا راه. اذا ها هما كتشوفوهم، ها هما هربانين من المكان وغاديين بالخناشي، وداج وسط الحقول ديال عباد الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.